ده يوم الجمعه بتبتدي باخبار حلوه عندنا اخبار حلوه ولسه كنا بنتفرج على الفيديو قد ايه جميل القطار الجديد الحقيقه يعني الواحد حس ببهجه كده وطاقه ايجابيه على الصبح قد ايه بلدنا كل يوم في جديد وكل يوم تتطور. عايزه اقول لكم انه النقل واحد من الاعمده والشرايين المهمه جدا الاقتصاديه لاي دوله والنمو الاقتصادي مش ممكن ينجح الا اذا اعتمد بصوره رئيسيه في بنيه التحتية لكل المشروعات على الطرق والمواصلات ووسائل النقل السهلة والسريعة وكمان المريحة. كل الحاجات دي دلوقتي بقينا نشوفها في مصر، بقينا نشوف طرق بتخلص في أسرع وقت زي ما احنا بنتابع كده، احنا بننام نقوم نلاقي طريق جديد، نلاقي كباري جديدة بتسهل علينا وبتبقى معمولة طبعا بدقة عالية جدا. بقينا نشوف وسائل بتنقل زي القطارات واللي بتمتاز الحقيقة عن غيرها من المواصلات بأنها أقل في التكلفة وأعلى في كتير من الأوقات في الخدمة والكفاءة، وده اللي بنشوفه دلوقتي الحقيقة. امبارح خلوني اقول لكم بدات هيئه السكه الحديد بتشغيل افخم قطارات السكه الحديد بشكل تجريبي بدون ركاب، وهو قطار اسباني فاخر تصنيع شركه تالجو الاسبانيه الفاخره، وتم تشغيل القطار على خط القاهره الاسكندريه زي ما احنا بنتابع معاكم كده الصوره قد ايه فعلا جميله. وعايزه اقول لكم انه بعدها كمان هيتم تشغيله تجريبيا بدون ركاب على خط القاهرة أسوان. تشغيل القطار ده يا جماعة بيجي طبعا ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية والتحديث والتدعيم المستمر لأسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة بتقدم أعلى فعلا أعلى مستوى من الخدمة والكفاءة لجمهور الركاب. والحقيقة المشروعات اللي بتنفذها وزارة النقل فعلا هتضيف لمصر في النهاية شبكة نقل لا تقل عن مثيلتها في أعظم الدول المتقدمة. ما نقدرش نقول كده على الصبح غير تحية لكل جهد ولكل نقطة عرق بتبني وبتعمر في بلدنا، وتحيا مصر والصورة فعلا قد ايه حلوة. ربنا يحفظ بلدنا يا رب. يا رب يا لميس، فعلا صورة جميلة جدا. والتطوير طبعا اللي بنشوفه في السكة الحديد ده بيعتبر يعني خليني اقول كده اعجاز طبعا، ده بعد حالة الاهمال الكبيرة اللي وصلت ليها كل عناصر السكة الحديد من قطارات ومحطات وغيرها طول السنين اللي فاتت. لكن طبعا احنا تعودنا بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية اننا دايما كده نشوف تطوير حقيقي فعلا وشامل لأي قطاع بقى يعني او مشروع بيتنفذ. وطبعا السكه الحديد يعني واحده من اهم القطاعات اللي شهدت اكبر صفقه جرارات وعربات في تاريخها، طبعا غير تطوير وتحديث باقي عناصر المنظومه. نقطه ثانيه كمان مهمه عايزه اكلمكم فيها، وهي ان السكك الحديديه في الجانب التشغيلي بتتميز بسرعه وسهوله الانتقال والسلامه والانتظام وطبعا الراحه النفسيه وتقليل التلوث، ده طبعا على الحفاظ على البيئه، وكل ده اكيد هينعكس على خفض اللي بتنفقه الدولة في علاج الأمراض الناتجة عن التلوث، وأكيد دوت برضه يكون خفض في استهلاك الوقود. القطار اللي تم تشغيله امبارح ده بيعتبر الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو هيتم توريدها من الشركة الأسبانية بواقع 6 قطارات، ده تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو، وقطار يعني هتقوم الشركة بتوريده ده كهدية للشعب المصري. كل قطار هيكون بيتكون من 15 عربة، طبعا يعني منتظر انها تقدم هذه القطارات اعلى مستويات الخدمة زي ما احنا شايفين لجمهور الركاب، وهتشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر، يعني لان اكيد بتتميز بتقنيات حديثة جدا ومتطورة وسرعتها هتصل ل 160 كيلومتر في الساعة، يعني هتكون حاجة سريعة بقى جدا. نقلة كبيرة جدا ان شاء الله. نتابع بقى ونتابع كمان التشغيل التجريبي التاني ونشوف الصورة الحلوة دي دايما عن بلدنا إن شاء الله، وتحيا مصر ألف مرة.